والله مدرسة فتنة، والله فتنة، وشباب كلهم يعني زلط، عندهم زلط ما شاء الله تبارك الله. الله جل وعلا أعطاهم من نعم الدنيا، أقسم بالله. بعضهم مو في المدرسة، بعضهم من النعمة يا اخي، وجهه كذا باين، كذا باين وجهه، وجه نعمه، تعرف وفي وجوهه، تعرف وفي وجوه نظره، يعني لو تشوف خده ما يطلع دم، يطلع زبادي. والله من جد تشوف ولد نعمه، صح. حمام بخار وفاكهه فريش وكل حاجه يا شيخ، ما لذة طعم، لكن خلي الشكل، القلب، الله اكبر، القلب اهم شيء، القلب اهم شيء، والله اهم شيء الاخلاق. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إن في الأرض ملائكة سياحة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا هذا المجلس المبارك نادوا بعضهم بعضا فيحفون إلى عنان السماء، فيحفون إلى عنان السماء. الله أكبر، والله فضل عظيم يا غالي، والله فضل عظيم. يفرح وينبسط، يمكن كثير من الشباب الآن لو جلس بمجلس ملك من ملوك الدنيا يمكن يجينا اليوم الثاني هو سهران وعيونه كذا. والله يا شباب ما في واحد في الحارة اللي يقول له، والله أبشركم دخلت قصر الملك وفرحان ومبسوط. متكين مع الملائكة، ابشر يا غالي، الله اكبر، ابشر يا حبيبي، انبسط، والله اعظم من بيوت الملوك وابناء الملوك، اقسم بالله. ملائكه تحفنا الى عنان السماء، فنسال الله بمنه وكرمه ولا يحرمنا جوده وفضله. طيب وعيال التجار، بما انك انت لك تجربه معاهم، اللي كل خميس جمعه ذاك الولد اللي كل خميس جمعه يسافر وكل خميس جمعه يا اخوان، انا كنت اتكلم عن هذه القصه الين اخويا نايف زار المدرسه هذه اللي انا درست فيها. يا الله، وشاف الشباب، والله مدرسه فتنه، والله فتنه، وشباب كلهم يعني زلط، عندهم زلط ما شاء الله تبارك الله. الله جل وعلا اعطاهم من نعم الدنيا، اقسم بالله. بعضهم مو في المدرسه، بعضهم من النعمه يا اخي، وجهه كذا باين، كذا باين وجهه، وجه نعمه، تعرف وفي وجوهه، تعرف وفي وجوه نظره، يعني لو تشوف خده ما يطلع دم، يطلع زبادي. والله من جد تشوف ولد نعمه، صح. حمام بخار وفاكهه فريش وكل حاجه يا شيخ، ما لذة طعم، لكن خلي الشكل، القلب، الله اكبر، القلب اهم شيء، القلب اهم شيء، والله اهم شيء الاخلاق. يا اخوان، بلال رضي الله عنه، بلال العبد الحبشي، أحبتي في الله، بلال يسحب في رمضاء مكة ويسأل سؤال: كيف صبرت على البلاء؟ يا بلال كيف صبرت؟ يقول: مزجت حلاوة الإيمان ومرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت على البلاء. القلوب يا إخوان إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كيف قلبك مع الله سبحانه وتعالى؟ والله يا اخوان مطنوخين وعندهم زلط، ولكن والله احبت في الله، جلست مع احد الاحبه واحد الطلاب، والله يا اخوان يقول: استاذ منصور انا ماني مبسوط، انا ماني مبسوط. قلت له: يا فلان انت تروح تسافر خميس وجمعه ما تجينا الا الساعه الا يوم الاثنين تداوم، يوم الثلاث تداوم، وتقول لي انا طفشان؟ اقسم بالله سالته، قلت له: لو سمحت يا حبيبنا الغالي اعطيني بس قلبك دقيقتين بس. وقرات عليه كلام الله سبحانه وتعالى، قرات عليه: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب.
والله يا اخوان ما كثر ولا قلل، ما رد علي. تدري ايش رد علي؟ سوالي زي كذا، وجد الراحة بعد ما قرأت كلام الله. قلت له مبسوط الآن؟ قال أستاذ منصور أبغى أستقيم، كيف ألتزم؟ أشوف كيف. شفت الآية هذه؟ قبل 4 أيام أو 5 أيام لي صاحب رجل كبير اسمه في كل مكان بجدة، غني غني بمعنى كلمة غني. مريت من عنده وهو جالس على الكرسي كذا في العصرية وبراد الشاي قدامه والملبورية في يده والهم بايم في وجهه. مرة هذا الرجل جالسين أنا وياه في مجلس وأنا قاعد أتكلم وأذكر بالله، فقرأت هذه الآية الذين آمنوا. اقرأها لنا شيخ منصور وأقول لك إيش صار بمجرد ما انتهيت من هذه الآية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. خلصت من هذه الآية والرجل هذا قدامي، أقسم بالله ما انتهيت منها إلا ودموعه على خده. عرفت إن هذا الإنسان اللي عنده ملايين الدنيا كلها ما راح يرتاح ولا يطمئن قلبه إلا بذكر الله. يا أحبتي، في ناس لما لقت السعادة هذه ولقت الطمأنينة والراحة طلق الدنيا وشهواتها كلها. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.